مساء الخير، تحية من القلب، تحية من القلب لكل اخوات الارمن بلبنان يلي انوجدوا اليوم امام السفارة التركية برابية ليوصلوا رسالتهم الانسانية بتوحيدهم مع اخواتنا الارمن يلي عم بيحاربوا بناغورنو كاراباخ ارتساخ ارمينيا. الارمن اللبنانية يلي عم بيحاربوا حد الارمن بارمينيا. بحب اقول لكل اخ ضال اللي عم بيتهمنا انه نحن الارمن لاجئين بلبنان، نحن شعب عمرنا، حبينا لبنان، عمرنا لبنان، عمرنا لبنان اقتصاديا، اشتغلنا بس ما اشتغلنا مع المخابرات التركية ضد وطننا لبنان. ولا كل شخص يلي عم بيوصلنا رسالة انه مطرحنا مش بلبنان، نحن منحب نقول لهم انه نحن انوجدنا بلبنان قبل ما يكون في لبنان الكبير يلي بتقوله، اعلان لبنان الكبير 1920. وبحب اقول لهم كنا بلبنان ب 1904. بحب اقول كمان رح نساند لبنان مثل ما ساندنا لبنان بالسراء والضراء، نحن ولا نهار دمرنا، حمرنا، ورح نضل نحافظ برموش عيوننا مثل ما ارزت لبنان حافظت على الارمن بلبنان، ونحن رح نضل نحافظ على ارمن بلبنان. تحيه لكل الارمن بلبنان، لكل اخواتي، الله يحمي ارمن لبنان، الله يحمي الانسانيه، الله يحمي ارمن بارتساخ ناغورنو كاراباخ ارمينيا، الله يحمي كل يلي حد الانسانيه ضد الارهاب، يلي بحب السلام وبحب الانسانيه.